ايه ازيكم يا شباب؟ معاكم فادي عضلات، ورجعت لكم فيديو جديد. انا ما كنتش عارف اشوفكم من كتر الحاجات اللي حطاها قدامي دي، فقلت اوسع كده شويه عشان اعرف عشان ابان في الكاميرا. النهارده يا جماعه انا هشارك معاكم ادوات الوقايه اللي كنت شاريها عشان فيروس كورونا. الحاجات دي يا جماعه اتكلفت قرب 4000 جنيه. ايوه انا غرمت مبلغ جامد جدا. وعلى فكره عشان الناس اللي هتسالني، في ناس اكيد هتسالني يا تفادي لسه فاكر تشتري الحاجات دي دلوقتي؟ لا طبعا، الكلام ده يا جماعه من زمان. الحاجات دي انا شاريها في عز الكورونا اللي هو في شهر 4 كده، وحاجات منها في بدايه 5، حاجات قليله جدا اللي شاريها قريب. فعشان كده يا جماعه عايزين نفجر الفيديو ده باكتر عدد من اللايكات، عايزين نوصل الفيديو ل 10000 لايك في اول 24 ساعه. واللي مش مشترك في القناه هبقول لك بجد هيفوتك كتير جدا لو ما شاركتش، لان بقدم فيديوهات خرافيه على القناه هنا. وفي فيديو كده السماعه يا جماعه. انا عرفتكم بموضوع السماعه ده، انا عارف، بس انا يعني حاسس الفيديو ما وصلش لناس كتير، فنفسي ناس كتير تشوف الفيديو يعني وتقول لي رايها وكده. عشان كده هحط لكم الفيديو ده في الديسكربشن. روحوا شوفوا يا جماعه، اتمنى تكتبوا لي رايكم في السماعه. ويلا بينا نبدا. بصوا يا جماعه، عايز اوضح بس النقطه الاول. اولا انا ان كان عليا فانا نفسي اخلي القناه هنا بنسبه 100% فيديوهات اكل. تلاقي الناس تقول لك يا فادي نوع يا فادي نوع يا فادي نوع، تيجي تنوع تلاقي الفيديو مخسوف بالارض حرفيا زي ما بقول لهم كده. لدرجه يا جماعه لو دخلت على اخر 4 فيديوهات على القناه هتلاقوا فيه 3 منهم فيديوهات اكل والاخير مش فيديو اكل. بصوا فيديوهات الاكل 70000 72000 64000، فيديو مش اكل 26000. يا فادي نوع، تيجي تنوع تلاقي الفيديو في الارض، تلاقي المنحنى نزل كده للارض، تلاقي القناه مشاهداتها عاليه 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 وتلاقي المنحنى نزل كده سقط في الارض. ناس قليلين جدا 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 هي اللي عايزين انوع، انما في الحقيقه اغلبيه الناس مش عايزين انوع. والدليل لما باجي انوع واعمل اي فيديو غير فيديوهات الاكل بيجي لي صراحه كده من اليوتيوب ان الفيديو جاب مشاهدات قليله بسبب قله اهتمام المشتركين. وخلينا واقعيين، الفيديو لو ما نالش اهتمام من المشتركين ما بيبداش ان هو ينتشر على اليوتيوب. خلاص اليوتيوب ابتداء من مشتركينك لقى الفيديو سقط، خلاص يقول لك بقى احنا ننشره ليه للناس التانية، والفيديو مش ناجح، مشتركينك مش عاجبهم الفيديو، يبقى احنا ننشره ليه؟ فانا ان كان عليا انا كفادي عايز اعمل القناة 100% فيديوهات اكل، مش عايز اعمل اي فيديوهات منوعة نهائي، ولكن بضطر اعمل كده لاني النهاردة مثلا اجازة عيد. اجازة عيد وانا واحد بقى اروح كل شغل كل يوم، هتيجي اجازة العيد بدل ما اقدر اريح في البيت هقوم انزل اروح مطاعم اجيب اكل عشان اعمل بيها فيديو، مش هقدر غصب عني يا جماعه، فاهمني؟ فكون ان انا في ايام ما بعملش فيديوهات اكل ده بيبقى غصب عني. انا اتمنى والله لو انتوا بتتفاعلوا مع الفيديوهات اللي هي المنوعه دي انا كنت اكتر منها، ولكن انتوا شفتوا كان في فتره الاربع شهور او الخمس شهور بتوع الكورونا القناه اتدمرت تماما، وده اللي خلاني ارجع بسرعه وقبل الميعاد بكتير اللي انا كنت ناوي ارجع فيه لفيديوهات الاكل، وان شاء الله اكتر لكم منها كتير. هو ده اعتبروه يعني فيديو مشاركه مش اكتر، يعني بنسلى كده بنسلي وقتنا يعني مع بعض. تمام يا جماعه يلا بينا. بصوا اول حاجه خلي كده كده حاجه 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 عشان ما نتلخبطش. بس اول حاجه كنت جايبها اللي هو الكحول ال 70%. تمام، هتلاقوا ان انا جايب 2 من ديت، دول جايبهم من زمان. تمام، دول كنت جايبهم منين؟ من عربيه اللي هي شركه النصر للكيماويات، العربيه اللي هي تبع الجيش اللي هو جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. في الوقت ده كنت عمال اسال في الصيدليات على كحول 70%، مفيش مفيش مفيش، كل اللي على الصيدليات مفيش مفيش مفيش، ما عندناش، مفيش 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 مفيش، ما عندنا. وهم عندهم جوه، عندهم وبكميات كبيره، الصيدليات بتخبي. كان في الوقت ده اللي هي الرخامه بقى، انتوا فاهمين، الصيدليات اغلبها بتخبي ومش عايزه ايه عشان عايزه سعر الكحول يغلى بقى وبتاع وكده. غير كده بصراحه اصلا الصيدليات في منهم كتير وانتوا عارفين طبعا كانوا بيبيعوا كحول مضروب، يا اما مغشوش ملوش اي فايده، يا اما كحول ميسيلي بدل الكحول الايسيلي. الكحول الايسيلي هو بس اللي ينفع للفيروسات والكلام ده، انما الكحول الميسيلي ضار، فانت هتشتري حاجه تضر نفسك ليه؟ فالمهم كنت انا يوم ثلاث كده خارج من الشغل اتلقيت العربيه دي في وشي، وكان الناس بقى واقفين عليها وبيشتروا كده، فقلت اشتري يعني فرصه، لان مصنع كيماويات هيبقى وتابع للجيش، هيبقى موثوق اكتر من الصيدليات اللي بتغش يعني وكده. طبعا اكيد مش كلهم يعني، بس احنا بقى مش هنعرف. غير كده كان اغلبه يقول لك مفيش اصلا وقتها. فالمهم الازازه دي اللتر كنت جايبه ب 75 جنيه. تمام، والصلاحيه بتاعتها سنتين. قريب كده من فتره كده من شهر تقريبا او اقل لقيت العربيه تاني. هي العربيه كانت بتيجي كل يوم ثلاث، وساعات برضو بتيجي ايام تانيه في الاسبوع، بس الاغلبيه كان يوم الثلاث يعني وكده. لقيتهم كانوا عاملين عرض على الكحول ال 70%، هو ده هو ده، بس الازازه بتاعته اتغيرت يعني الشكل بس الازازه. تمام، لقيتهم عاملين عرض ان الازازه ب 65 بدل من 75 اللي هي اللتر برضه، فقمت جايب لي ثلاثه كمان.
يعني انا كده معايا يا جماعه 5 حبوبات اهوت كحول 70%، تمام. طبعا خدوا بالكم من حاجه، دي مش الكميه كلها، انا جايب لهم برضو في البيت، يعني دي الكميه بتاعتي لكن انا جايب لهم في البيت كتير. تعالوا كده نحسب دول، 195 زائد 150 يبقى كده الكحول 345، تمام. زائد بقى كنت جايب كمان، ده عباره عن جيركن 5 لتر تعقيم ارضيات كلين اوت النصر 5 لتر، فده كلور، بس في ميزه ان هو مش كلور تحتاج تضيف له ميه كتير، لا هو كلور تركيزه 6.5%، فكل اللي انت محتاجه ان اللتر بتضيف عليه كوبايه ميه بس تخففه سنه، وممكن يستخدم زي ما هو كده بس هيبقى مركز قوي، اللي هو لو جه على هدوم ممكن يضيع اللون يعني وكده، فالافضل ان هو ايه يتخفف سنه. ده كان كنت جايبه ب 40 جنيه، تمام. في بقى كمان كنت جايب الكلور العادي بقى اللي هو الكلور الازازه ب 10 جنيه، بس الكلور ده بيختلف ان هو مركز قوي، ده كلور مركز قوي، فده لما بنيجي نستخدمه بنحط قصاد كل كوبايه كلور 10 كوبايات ميه، بس انا الصراحه اتلاقيت ان ده موفر عن الجيركن اللي هو بتاع شركه النصر ده، فبصراحه يعني استكفيت بالجيركن اللي انا جبته ده وما جبتش منه تاني، لاني فعلا ده هيبقى موفر اكتر. انا حسبتها كده تلاقيت ان الكلور ده هيعمل كميه كبيره يعني، بس هو ميزه التاني للناس اللي عايزه ايه تستخدمه جاهز كده، مش لسه بقى يتعب نفسه في ان هو يقعد يعاير بقى ويحط ميه كتير والكلام ده، انت بتضيف ميه صغيره، حبه ميه صغيرين يعني، وممكن يستخدم زي ما هو كمان زي ما بقول لكم. هنضيف 50 جنيه اللي هي الحاجات ديت. كنت جايب بخاخه فاضيه بلاستيك من محل التوينز العطور، عارفين اللي هو اللي على الممشى ده، البخاخه دي بقى كنت ايه عشان احط فيها كحول ومنها احط في البخاخه الصغيره دي، كنت برضو شالها من محل التوينز دي، بقى بخاخه جميله قوي يا جماعه، كنت جايبها ب 5 جنيه. بصوا بخاخه قلم، بصوا بخاخه قلم صغنطوطه قوي دي، تتحط في الجيب، كنت بحطها في جيبي، جميله، بملى دي واقوم منها اكب في ايه في ديت، وديت نفسها ممكن املاها برضو واستخدمها في البيت لو عايز ترش على حاجه كحوليات وكده. الحاجات دي بسيطه بس ممكن نحسبها برضو، ممكن نزود 15 جنيه. بصوا بقى يا جماعه كنت جايب ايه كمان، سبراي برضو من نفس عربيه من عربيه الجيش برضو اللي هي شركه النصر للكيماويات. بصوا كنت جايب سبراي ده اسمه كلين. بصوا ايه ده، في ايه؟ السبراي ده يا جماعه سبراي تعقيم عباره عن كحول 70% برضو، بس معمول على هيئه سبراي. هو الصراحه ده اغلى كتير من الكحول، يعني العبوه دي ب 25 جنيه وبتخلص بسرعه جدا، بس هي ميزتها في ايه؟ مثلا انا عايز ارش على الموبايل، لو رشيت كحول سائل الكحول ده ممكن يخش على الشاشه يبهدل الدنيا، فاهمني؟ فالافضل مثلا عايز اعقم موبايل ارش عليه سبراي، الكحول لما تيجي ترش على ايدك تقعد ترش كتير 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 كتير، انما ده برشات قليله تلاقي انتشر على ايدك كلها، فيعني هو كان حلو بصراحه، بس يعني غالي، يعتبر غالي جدا جدا يعني، غالي غالي يعني. انا كنت جايب من دي 4 بس مش فاكر الرابعه راحت فين، هو اصلا فضة يعني اغلبهم فضة يعني، فاهمني؟ فدول هنقول 100 لان هو المفروض في واحده كمان انا مش لاقيها، زائد 100، هي اكيد فضت ورميتها يعني، اللي مش لاقيها دي مش مليانه مثلا وانا مش فاهمني. بعد كده قعدت مده طويله بقى يا جماعه اروح كل ما اروح العربيه دي ما الاقيش السبراي ده، كان فتره كده مش موجود خالص، بعد كده لقيته رجع تاني بس باسم جديد، يعني ده برده نفسه السبراي برده ابو 25 جنيه بس باسم جديد اللي هو سويب. ولو تفتكروا، لو تفتكروا يا جماعه ان ده اللي كنت استخدمته في الفيديو بتاع البط، اللي هو لما بقول لكم انا برش سبراي تعقيم مش برش بيروسول، هو ده. وانا عامل الفيديو ده برضه يا جماعه عشان اوضح لكم الحاجات دي، عشان ما تستغربوش الحاجات دي لما اجي استخدمها في الفيديوهات، ما تستغربوش ايه دوت. دي بقى كنت جايب منها كام، 10، لما لقيتها تاني افتريت بقى جبت كتير قوي، بس غاليه نار، العبوه ما بتقعدش حاجه يا جماعه، بتتنسف في كده ما بتقعدش حاجه حرفيا، لا الكحول بيبقى مبروك كده بيقعد معاك فتره كويسه، انما دي لا ما بتقعدش حاجه خالص. ادي كده ال10 اهم يا جماعه، يبقى كده نضيف كام، 250، تمام. نضيف 250. جبت ايه كمان بقى هقول لكم، جبت منهم 5 علب جوانتيات. بصوا اهي ديت، اهي دي بستخدمها، تمام، دي عبوه اهي مفتوحه وبستخدمها، ودي عبوه مفتوحه وبستخدم منها برضو، دول واحده ميديوم وواحده دي ميديوم وديت اكس لارج، تمام، بس انا بستخدم الميديوم اكتر، الميديوم مناسبه ليه اكتر، عشان كده لما جيت اشتري تاني جبت 3 كمان ايه
ميديم ماتش بقى بجيب اللارج، مع ان اللارج بصراحة بيبقى اوسع شوية، بس الميديم بحس جاي على ايدي بالظبط، ما بيبقاش العلبة من دول ب 100 جنيه. يبقى كده نضيف كام؟ 500. غير كده في بقى لو تفتكروا الكمامات اللي كنت جايبها اللي هي ما عجبتنيش يعني، واكتشفت مؤخرا ان هي مش حلوة قوي، دول كنت جايب 100 واحدة يعني ب 1000 جنيه. وغير كده كنت جايب كمامتين ب 80 جنيه، يعني نضيف 1160. 1160 تمام. زائد لو تفتكروا كان في فيس ماسك انا جايبه اللي هو ب 40 جنيه فيس ماسك كده، بس ده ما استخدمتوش، انا كنت جايبه عشان اعمل فكرة الفيديو كيفية القضاء على الكورونا اللي هو الفيديو الكوميدي ده. اتمنى ان يكون ضحكوا يعني. فنضيف 40. دول كده جماعة كلهم 2460، يعني بنتكلم في قرب 2500، ولكن ده من غير الحاجات اللي انا كنت جايبها لهم في البيت اللي هي برضو الكمامات والحاجات دي وكده، وكنت جايب لهم كحول وجوانتيات والكلام ده وكده. فالموضوع كله يخش له فعلا في حدود 4000 5000 جنيه مثلا ولا حاجة. بجد موضوع الكورونا ده خرب بيوت. الفيديو ده والله انا يعني انا مش عارف الهدف منه ايه، يعني بنحكي كده مع بعض، بنتسلى مع بعض، ما يعني انا والله بعمل الفيديو ده وانا ما يعني صدقوني يا جماعه، صدقوني بكلمكم بامانه يا جماعه، صدقوني بكلمكم بامانه، انا ما عادش ليه مزاج انوع في القناه، ما فيش التنويع يعني حتى ده. طب هقول ايه انتوا شوفوا بنفسكم التنويع عامل ايه في القناه، تنويع ما فيش اي، حرفيا كده زي ما بقول لكم اي فيديو بره محتوى الاكل بيتضرب ويتخسف بالارض، ما عدا ممكن فيديوهات قليله جدا، حاجه بقى اللي هو فيديوهات نادره جدا، انما فيديو الاكل بيضرب ويعلى فوق، فيديو الاكل بيضرب. بس كده يا جماعه ده فيديو استثنائي معلش يعني، لكن اغلبيه القناه ان شاء الله هتلاقوا فيديوهات اكلات واكلات جامده ان شاء الله يعني، وحاجات كلها حماس يعني، هتتبسطوا. بس كده يا جماعه كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك الجميل بتاعك، شير الفيديو في كل مكان. شكرا جدا لكم، اشوفكم الفيديو الجاي.